موهبة كبيرة لمعت منذ ظهورها في ملاعب الكرة لأول مرة. ارتدى فانيلة الأهلي وتوقع له الجميع رحلة حافلة بالشهرة والنجومية والانتصارات. طاردته الأسئلة وحاصرته علامات الاستفهام. غاب وابتعد وتوارت موهبته بلا مقدمات. لا يزال الجميع يترقب حضوره الطاغي مع الأهلي والعودة مرة أخرى إلى مكانه بين كتيبة الموهوبين. صالح رأى صالح، المرمى فاضي، المرمى فاضي، صالح صالح جول. ماذا جرى ولماذا ابتعد؟ ما هو السر وراء غيابه الغريب؟ لماذا يعاني من الأزمات؟ هل يشعر بالحزن لما وصل إليه؟ ما هي أصعب اللحظات التي مر بها؟ ماذا يقول لجماهير الأهلي؟ ما هو الوعد الذي يقدمه له؟ صالح جمعة على قناة الأهلي في حوار مهم وجريء انتظرته جماهير الأهلي طويلا. صالح جمعة في برنامج الأهلي الليلة الثلاثاء 7 مساء على قناة الأهلي.